خالي النهارده بيبقى عباره عن صلاه عشيه من الزمير واليمين وكده، وفي نهايه الصلاه العشيه بتبقى الزفه او الدوره بايقونه امير الشهداء ماري جرجس، بيرأسها ابونا المطران انبا مرقص واباء الدير والاباء الزوار اللي بيجوا بارك بياخدوا بركه هذا الدير. الزفه دي بتدل على تكريم الكنيسه لهذا الشهيد العظيم اللي حافظ على الايمان. احتفال زي ما انت شايف سيادتك النهارده ما تفرقش بين مسيحيين ومسلمين، وعندنا الاخ جاي من هولندا مخصوص علشان خاطر الاحتفال، الاستاذ زكا جاي من هولندا مخصوص، بيجوا كل سنه عشان خاطر الاحتفال. هنا في بياعين وهنا في خدمات كثيره، في مستشفى، في مطافي، في كل الخدمات موجوده في الدير. كل الناس بتيجي باسرها باطفالها عشان تيجي باسرها واطفالها، وبتيجي هنا علشان تزور ماري جرجس، واللي عليه نذر بيدفعه، والناس اللي بتيجي تصلي. وهنا في اخوه مسلمين برضو بيجوا يشتروا حاجات الشتويه لان في بياعين هنا.